رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين اللعب وتمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأطفال أكيد. مساء الخير للجميع، مساء الخير لكل الأبطال اللي قاعدين يتابعون حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال. اليوم مثل ما ذكرت في حلقة أمس أن عندنا ضيوف متواجدين داخل استديو منتخب، مو منتخب كرة قدم لا ولا منتخب كرة سلة لا، منتخب خاص للموسيقى فاز بجائزة على مستوى مناطق تعليمية، وهذه الجائزة اليوم لازم يسلط عليها ضوء من خلال منبر الأطفال. هو برنامج استوديو الأبطال، وعلى شاشة الراي دائما نتواصل مع كل الأبطال. الأبطال بما معناها يعني اسم البرنامج استوديو منو؟ الأبطال. استوديو منو؟ الأبطال. واللي يفوز بجائزة وياخذ كاس يلمع والعيون تدمع، شنو يعني هما منو؟ الأبطال. فإحنا اليوم بما أنهما أبطال وفازوا بالمركز الأول راح نسلط هذا الضوء، نسلط الحلقة خاصة تكون لهم من خلال استعراض أو لوحة غنائية استعراضية من اللي قدموها وخذوا فيها المركز الأول. على السريع يمكن هذه لمحة عامة، أما الحقيقة وهي عبارة عن لوحة استعراضية غنائية بعنوان شنو هي؟ بعنوان توكلنا على الله، بمشاركة طلبة المدارس التالية من منطقة الفروانية التعليمية، مدرسة الوليد بن عبد الملك. يرفعون يدهم مدرسة الوليد بن عبد الملك. واحد منو الوليد بن عبد الملك؟ هذيلة تقريبا. بعد شوية طبعا راح نتعرف عليهم أكثر. وأيضا مدرسة عبد الله الرومي، شباب مدرسة عبد الله الرومي أيضا صاروا منتخب مع مدرسة الوليد بن عبد الملك. وأيضا مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة، هذيلة شباب مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة. ثلاث مدارس انضموا مع بعض لإبراز لوحة غنائية استعراضية جميلة بعنوان فازوا فيها في المركز الأول، فتحية منهم لهم صفقوا، لأن منو غيرهم يصفق؟ فهم يحيون نفسهم، وإحنا أيضا في برنامج استديو الأبطال وستاف هذا البرنامج يحييهم، وأيضا هناك أصدقاء للبرنامج، وأنا متأكد أن هناك أصدقاء للبرنامج جيوش راح يحيونكم من خلال تويتر البرنامج. شي يقول تويتر البرنامج والحساب الرسمي الخاص لبرنامج استوديو الأبطال @abtal_الراي، هذا هو الحساب الخاص لبرنامج استوديو الأبطال. وأيضا هناك انستغرام راح يكون بداية أول صورة إن شاء الله لما يحدث من كواليس ومن تواجد الأبطال ومن فقرات استوديو الأبطال، سواء كانت داخل الاستوديو أو خارج الاستوديو. راح نصور هذا كله ونحطها في فايل خاص لبرنامج استوديو الأبطال، وهذا تحقيق لرغبة من الأبطال نفسهم. قالوا ليش ما يكون هناك انستغرام خاص لبرنامج استوديو الأبطال؟ نفس الأكاونت اللي بتويتر سهلنا العملية يكون خاص لبرنامج استوديو الأبطال. وهذه هي أفكاركم، وإحنا دائما أنا مشاعر شو نقول، هناك طرق للتواصل غير طرق المشاركة واللعب، اقتراحات ايضا انتم تقترحونها، لان حبكم لهذا البرنامج فاحنا ننفذ اللي انتم تحبونه. وشنو هو اللي يمشي مع الموضه؟ شنو هو يمشي مع الموضه؟ مع الموضه. يا سلام عليكم الشباب مصحصحين معاي من بدايه الحلقه. وعندنا ايضا بطل هني، شو اسمك؟ محمد. هو اتوقع المايسترو راح يكون محمد، لان الاورج قدامه. محمد راح يعزف لنا مقطوعة موسيقية بسيطة جدا اللي راح نمشي عليها بالفقرة الثانية. راح تشوفون العرض، اللوحة الغنائية الاستعراضية راح تكون إن شاء الله بالفقرة الثانية. ولكن خلنا نسمع بداية. تعرف لما يحطون لك مثلا فيلم أو يحطون لك أي شيء لافتتاح قوي يقول لك coming soon، ها coming soon يعني قريبا جدا جايكم. فإحنا نبي نعزف هذه المقطوعة و coming soon بالفقرة الثانية راح تشوفونها. أوكي يلا تفضل محمد اعزف لنا إياها. Thank you.
السلام عليك. كافي كذي يا محمد، كافي، شكرا لك، يعطيك العافية يا محمد. صف قوله مرة ثانية يا محمد. مثل ما قلنا في البداية أن الفقرة الثانية راح تبلش فعالية هذه الحلقة اللي قد تكون نوعا ما خاصة لأبطال منطقة الفروانية التعليمية من خلال هذا المنتخب الجميل اللي فاز في المركز الأول لهذه البطولة. من بعد البريك راح نشوف اللوحة الاستعراضية. We'll be right back.
صدقوا لهم صدقوا لهم. مشكورين مشكورين يا شباب. شكرا شكرا. صفقة مرة ثانية اللي ورا يصفقوا. شكرا لكم يعطيكم العافية. حلوين حلوين حلوين. يلا شكرا لكم. ستاند اب. يلا شكرا يعطيكم العافية وما قصرتوا. تقدرون تروحون أماكنكم. اللي بيقعد الكرسي اللي بيقعد كلكم ويا بعض تفضلوا أماكنكم. إنزين واللي ما لقى مكان يعني كنا على البحر ها باليال قاعد لأن كلكم لابسين اللبس البحري اللي غواص واللي حداق واللبس الشعبي الجميل هذا واللبس البحري الجميل هذا. بعد شوي راح نتعرف على هذيل الأبطال الحلوين اللي موجودين ويانا من خلال هذه اللوحة الاستعراضية الرائعة الجميلة اللي حصلوا فيها على المركز الأول. أتوقع أنهم يستاهلون كل خير ولكن هناك جهود يعني قائمة من خلال هذه اللوحة وهناك جهود موجودة إحنا قاعد نشوفها من خلال خلف الكاميرات. أبلات عملوا مع الأبطال الحلوين لإبراز هذه اللوحة بأفضل صورة وأجمل صورة من خلال الأبطال الموجودين خلفي هذيلة اللي كانوا ينشدون وأيضا اللوحة الاستعراضية لأني أنا ذكرت في البداية وقلت أنها لوحة غنائية أو لها مثل نشيدة وأيضا استعراضية من خلال هذه اللوحة الرائعة والجميلة اللي متواجدين اليوم في برنامج استديو الأبطال. والكؤوس موجودة أيضا خلف الكاميرات. قبل شوي كانوا موجودين في كاس ناقص قاعد بالبيت ما كان موجود اليوم ولكن عندنا اثنين موجودين يعني داخل الاستديو. راح نتعرف على أساميهم لأن أكيد هناك أولياء أمور لهم قاعد يتابعون وعارفين أنهم راح يظهرون اليوم على تلفزيون الراي وبرنامج المعروف برنامج استوديو الأبطال. فعشان كذي راح نعطي فرصة لواحد واحد نتعرف على الأقل على اسمه وعمره وهو تابع لأي مدرسة بس مو الحين من بعد الفاصل. ردنا وياكم من بعد الفاصل في الفقرة الثالثة من البرنامج. والله يعني أنا أعتذر من كل الأصدقاء الحلوين اللي ناطرين على الاتصالات ولكن يعني لازم أتعرف على الأبطال مثل ما وعدتهم على السريع كذي بدون لا نضيع. وكل واحد يقول لي اسمه وعمره وين ساكن زين رقم المدني أوكي وصورة شخصية ماشي. لا اسمه وعمره وأي مدرسة. تفضل باليمين. يلا تعرف عليك. باسل خالد. والنعم فيك. كم عمرك؟ 10 سنوات. اي مدرسه انت؟ عبد الله الرومي. والله والنعم مدرسه عبد الله الرومي. صفقوا له. يلا اللي هني تعرف عليك. خالد حميدي. والنعم كم عمرك؟ 10. خالد اي مدرسه انت؟ عبد الله الرومي. من مدرسه عبد الله الرومي. صفقوا له. واتس يور نيم؟ فيصل. فيصل شنو؟ عبيد. كم عمرك؟ 10. انتوا كل الصف 10؟ كلكم 10. اي الا هذيلا على حظي يوم يا اللي بعدك. زين انت مدرسه عبد الله الرومي. صفقوا حق فيصل. صفقوا له. حيوه. ها علامك شي معصب شي. ها شو اسمك؟ ثامر سعود. والنعم فيك يا ثامر. كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. انت من اي مدرسه يا ثامر؟ عبد الله الرومي. من عبد الله الرومي. صفقوا حق ثامر. هلا بالحبيب. شو اسمك؟ فيصل عبد العزيز. ما اسمع. فيصل عبد العزيز. فيصل اي مدرسه انت؟ عبد الله الرومي. 10 سنوات عمرك؟ لا ها 8. 8 سنوات. صفقوا له. يه 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 يه. شنو هذه الكشخه الطيبه هذه؟ ها لابسين غتره وعقال وعلم الكويت وشماغ احمر. والله شغل عدل. شو اسمك؟ فهد. فهد شنو؟ فهد صلاح. فهد صلاح. صلاح كم عمرك؟ 8. 8 سنوات. انت اي مدرسه فهد؟ الرومي. مدرسة عبد الله الرومي. صفقوا له. اللي بعده اللي عنده مشاركة قصيدة بيقولها أو حافظ نشيدة يقول لي أنا عندي مشاركة بيقولها أوكي. ما عندي أنا ليش عندي إحساس إن أنت عندك ما أدري ليش عشان كذي ذكرتني. شو اسمك؟ فيصل صلاح. والنعم فيك فيصل. ما شاء الله سطرة أكثرها فيصل. كم عمرك؟ 10. مدرسة عبد الله الرومي. إيه. عندك قصيدة؟ ها لا خيفت أملي. يلا صفقوا له. بنوته زين طلع فيه بنات ما شاء الله من ثلاث مدارس ويان فاليوم البنات اقل معنا يعني ترى هذه حلقه غريبه انه معروف في سيدي الابطال ان البنات اكثر بس اليوم جايبين شباب ثلاث مدارس كذي. اول بنوته راح نتعرف عليها شو اسمك؟ عذوب. عذوب. العذوب ولا عذوب؟ عذوب. عذوب. عذوب شنو؟ عذوب صلاح. والنعم انت كم عمرك؟ ثمانية. ثمانية اي مدرسه؟ ام حبيبه.
ما اسمع. أم حبيبة. مدرسة أم حبيبة. يلا نحييها. يلا صفقة قوية. من الأبطال أيضا اللي شاركوا ويانا باللوحة الغنائية تعرف عليك. فواز أحمد. فواز أحمد. والنعم يا فواز. كم عمرك وأي مدرسة؟ عشرة. عشر سنوات. أي مدرسة؟ عبد الله الرومي. مدرسة عبد الله الرومي. ورنا الميدالية بس اللي على رقبتك. مبروك وتستاهل صفقولة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله كانت حلوة بصراحة. يلا تعرف عليك. شاري هندي. والنعم فيكم شاري. أي مدرسة وكم عمرك؟ عمره 10 سنين. من عبد الله الرومي. من عبد الله الرومي. أنا كنت ثانوية أحمد الرومي بالدعية بالثانوية. مو أنتوا متوسطة ولا ابتدائي؟ ابتدائي. إيه. يلا تعرف عليك. هلا بالمايسترو. أو أول اللوحة كانت عجيبة كذي. أول دشيت من النص أنت. ها قول اسمك الكامل الحين. محمد هادي حجمي. والنعم فيك يا محمد. كم عمرك؟ تسعة. تسعة. تسع سنوات. أنت من سنة عبد الله الرومي؟ لا. ها؟ وليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك أول بطل وهو المايسترو من سنة الوليد بن عبد الملك. حيوه وشجعوه. يلا اللي يمي هني جيراني تعرف عليك. عبد العزيز مساعد. والنعم فيك يا عبد العزيز. أي مدرسة وكم عمرك؟ عبد العزيز. عبد العزيز قاسم حماد. المدرسة. ايه. وعمري تسعة. عمرك تسعة. صفقولة. هلا بالحبيب. شلونك؟ الحمد لله. يلا. عيسى علي. عيسى علي. عيسى علي. كم عمرك؟ عشرة. عشر سنوات. انت من اي مدرسة؟ عبد العزيز قاسم حماد. من عبد العزيز. لحظة لا تصفقون. المخرج شنو المخرج بما ان امون عليه يعني ميانة بيني وبينه فقال لي عبود هالعدد هذا صفقة مو قوية. وروا الصفقة القوية يا جماعة. وروا المخرج. مو عاجبة. مرة ثانية وروا الصفقة القوية. ونبارك حق بعد طبعا فريق تلفزيون الراي خذ بطولة أمس لكرة القدم. بطولة الأنباء لكرة القدم. نشجع كل أعضاء هذا الفريق. ألف مبروك. فتحية كبيرة لكم شباب ما قصرتوا. طبعا من المدرب؟ من المدرب؟ عبد الله. صفقوا لي بعد هذا لأني أنا عفيتكم الخف. بس الخطه دزيتها ايميل ما كنت موجود بالملعب لان كل شيء بالايميل احنا الحين. يلا خلينا نتعرف على اللي موجودين تحت زين لين نص هني بعدين اروح حق اللي من اول شيء. هاك المايك. قول لي ايش اسمك. مشعل. مشعل شنو؟ منذر. والنعم كم عمرك؟ ستة. ستة. مشعل انت اي مدرسه؟ ادراجي. ما اسمع صوتك والله. ادراجي قيس محمد. والله والنعم صفقوا حق مشعل. لا حد يدوخ. ها لا حد يدوخ هو يصفق. يلا اللي بعده تعرف عليك. مشعل خالد. هو يمك هذا مشعل بعد. ايه. ها شو الفرق بينك ودعمك؟ ايه. عشان تسموكم نفس الشيء؟ ايه. ها؟ وحتى بدر؟ ايه. هم اسمه مشعل؟ لا. ها؟ بدر. ايه بدر صح. بغيت اصيدك ما قدرت. انت اي مدرسه؟ عبد العزيز قاسم حماد. يلا صفقوا حق مشعل الثاني. محمد مشعل. والنعم محمد مشعل. يا هلا وسهلا محمد مشعل. كم عمرك؟ عشرة. عشرة. أي مدرسة أنت؟ عبد العزيز قاسم حماد. يلا صدقوا حق محمد مشعل. النص الأول خلاص لك. ننتقل حق اللي هناك. ما يعني ضيوف برنامج استوديو الأبطال. أول واحد صديقنا إذا تذكرونه قبل أيام نادي الأبطال أيام الديكور اللي قبل كان وايد صغير راح يكبر ما شاء الله. مشعل اسمه. هم بعد اسمه مشعل تصدق؟ هم اسمه مشعل بعد. اسمه مشعل كان أول يقول غزل. يلا تكلم مشعل. ما يبي؟ يلا صدقوا حق مشعل هذا هو. هذا مشعل. يلا اللي بعده تعرف انت اخت مشعل. يلا قولي لي ايش اسمك. في المهنة. في المهنة. والنعم فيك يا في. كم عمرك في؟ 11 سنه. زين عادي انت مو مشاركه باللوحه بس قولي لي اسم مدرستك عشان وياهم. خوله بنت حكيم. يلا صف قولها. تفضلي وجهي تحياتك. اوجه تحياتي حق امي وابوي. ايه ورفيجاتي. وين امك وابوك؟ هني ولا بالبيت؟ امي هني ابوي في البيت. اوكي. ناطركم على الغداء ولا تغدى؟ يلا قولها. حق رفيجاتي. ايه. وخاصة حق رفيجتي ريان مشعل وريم المهنة. ما شاء الله. يلا نصفق لهم إذا قاعد يتابعونا الحين. يلا نكمل شباب. تعرف عليك؟ طلال جاسم. طلال؟ جاسم. والنعم يا طلال. كم عمرك؟ ثمانية. ثمان سنوات. انت اي مدرسة طلال؟ فوارس. ما اسمع. فوارس. الفوارس انت جاي وياهم؟ جاي وياهم؟ شو يصير لهم؟ هذا انت اخوهم؟ انت كنت اول موجود لما كان مشعل يقول غزل كنت موجود. ما شاء الله علي تغيرت علي. خل ارجع واشوف الحلقه مره ثانيه. بتقول شيء فواز ما تبي تقول؟ طلال قصدي بتقول شيء ما تبي تقول؟ صفقه حق طلال.
يلا اسرع اللي بعد اللي بعد اسرع. كانوا يبون يسولف وياكم ما يدرون ان عدد كبير ما شاء الله، يا دوبك بس انت عرف عليهم. يلا وليد. وليد شنو؟ خالد. وليد خالد كم عمرك؟ 9. 9؟ انت غواص؟ ايه. انت غواص؟ غصت صج ولا ما غصت؟ تمام. وين الشبك مالك؟ ها؟ ضايع. وينه؟ ضايع. ضايع؟ ايه. وضاع وياه الاغراض ملوته ولا لقيته؟ ما ادري. ما تدري الحصيله اللي طلعتها. يلا صفقوله. What's your name؟ خالد فرحان. والنعم فيك يا خالد، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، أنت أي مدرسة؟ عبد الله الرومي. عبد الله الرومي، شنو كان دورك باللوحة؟ بحري. بحري؟ اللوحة الاستعراضية؟ يلا خلينا نشجعه ونصفق له. أوه يا زملاء. اسمك؟ ثامر فيصل. ثامر فيصل. ثامر، شلونك يا ثامر؟ خير. أنت من أي مدرسة؟ عبد الله الرومي. مدرسة عبد الله الرومي؟ ما شاء الله أكثركم عبد الله الرومي ها؟ بس تحية حق كل المدارس اللي موجودة، وفي الأخير صدقولهم صدقولهم في الأخير راح أوجه تحية حق أبلاتكم إن شاء الله. يلا اللي بعده. بدر خالد سعد عدواري. والله والنعم، شفت شلون قال اسمه كامل حالاته، بس ويا العمر ويا المدرسة قولهم. يلا ويا عمري 9 سنوات. زين. مدرسة عبد الله الرومي. يلا صدقوله. بدون لا أقول لكم ها، أنت بردان ولا توك طالع من البحر؟ أيوة كذي ورنا. سوي شيء شارك، سوي شيء بشارك. عدلة عدلة عدلة. زين بس ايش حالاتك ما شاء الله؟ قولي ايش اسمك؟ عثمان يوسف. والنعم فيك عثمان، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، انت اي مدرسة؟ عبد الله الرومي. مدرسة عبد الله الرومي، يلا خلينا نصفق حق عثمان. بتغنون انتوا الاثنين؟ حاضر، راي جاي لكم وراح نغني. بدر سند. بدر كمل سند. كمل قول اسمك وعمرك والمدرسة. بدر سند 10 سنوات، الوليد بن عبد الملك. يلا صفقوا له. جراح فواز. والنعم. العمر 10 سنوات، مدرسة الوليد بن عبد الملك. مدرسة الوليد بن عبد الملك. خالد حمير الرشيدي. والنعم. عمري 10 سنوات، من مدرسة الوليد بن عبد الملك. يلا صفقوله. ها ناصر الزام. ايه والنعم فيك. مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة. ايه ثاني اول. ثاني اول، يا سلام، يا اسم صف هذا او شو يسمونه رقم الصف هذا ولا اي صف؟ اي صف. ايه يلا تعرف عليك. بدر علي. والنعم. 10 سنوات. 10 سنوات، مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة. والله والنعم فيك والنعم مدرستك. اسمي شو اسمك؟ يعقوب فيصل. ما اسمع ما اسمع. يعقوب فيصل. ليش تنزل راسك وانت تسولف؟ طالع الكاميرا هناك. يلا قول اسمك. يعقوب فيصل. يعقوب فيصل شنو؟ صالح محمد لافي الضفيري. والنعم فيك صفقوله صفقوله. اي مدرسة؟ عبد العزيز قاسم حمادة. ايه؟ عمري 9 سنوات. العمر كله ان شاء الله. قل لي انت شنو سويت باللوحة؟ شنو دورك كان؟ غناء. غناء؟ ليش صوتك رايح؟ بلى صوتك رايح. ها؟ صوتك رايح، شوف تكلم مو صوته رايح. شوف الحل، شو اسمك مرة ثانية؟ يعقوب فيصل. يعقوب والنعم فيك يعقوب يا ولد فيصل. يعقوب الحل الحين لما تروح تقول حق بابا شنو الوالد شنو اسمه؟ يعني فيصل. زين تقول حق قول له يبا فيصل ابي شو اسمه حق ينسون صح؟ حق الصوت صح؟ الشياب اللي فوق تعرفون ينسون ينسون المعده حق الصوت شنو؟ لومي 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 صح؟ لومي زين وانا احسن من الشياب، شفت شلون؟ خبره خبره لان صوتي وايد يروح. يلا صار قوله. متعب رزام. والنعم فيك متعب، كم عمرك؟ 9 سنوات. اي مدرسة؟ اللي ظل معبان عبد العزيز. يلا صفقوا حق متعب. يلا دورك عبد الرحمن. شوف انت قول كل شيء ها الحين، السطرة اللي بقت هنا ما عدا اللي بيغنون، الاسم والعمر وشنو والمدرسة. يلا عبد الرحمن طلال مسيلم، العمر 10 سنوات. ايه في مدرسة عبد القاسم حمادة. يلا صفقوا له. هني خالد دهش. والنعم فيك يا خالد دهش. عمري 9 سنوات، مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة. يلا صفقوا حق خالد. ناصر علي. ناصر شوف الكاميرا، اهم مني شوف الكاميرا انت عشان تطلع باحلى صورة. اي ناصر ناصر علي ويتذكر يعني شنو اللي باقي. ناصر علي. ناصر علي. ايه عمري 9. ايه مدرسة عبد الله الرومي. صفقوا حق الصور. بسم النواب فهد الحيان، مدرسة عبد الله الرومي، عمري 10 سنوات. طالع الكاميرا وصفقوله. الله يحفظك. بتغني؟ وين ويا منو؟
وانتم الثلاثه بعد شويه يكم تغنون زين. خلينا نكمل الباجي عشان اوزع المايكات صح. لف على الكاميرا. محمد زيد جلال محسن مطيري. شوف شوف الناس قول حق الناس انت اي مدرسه؟ عبد الله رومي. كم عمرك؟ 10. سوي لهم حبتين يلا صف قوله. مطلق محمد عمري 9 سنوات عبد الله رومي. شوف الكاميرا سوي له حبتين صف قوله. اسمك؟ ماطر خالد. والنعم. مدرسة عبد الله الرومي عمره 9 سنوات. حبتين شوف الكاميرا يا سلام صف قوله. آخر واحد عبد العزيز حمود. عبد العزيز ليش خلوك آخر واحد؟ ها؟ ولا أنت قاعد هناك؟ يلا قول كمل. عمري 10 مدرسة عبد الله الرومي. شوف الكاميرا عطها تحية. تحية عطها تحية كذي تحية عطها تحية مو أنا تحيتي أنا تحيته هو عطها تحية يلا صف قوله. حيوا بعض شكرا لكم. شكرا يا شباب يعطيكم العافية. تعرفنا على الأبطال الحلوين اللي موجودين داخل الاستديو كلهم تقريبا. ها في بعد ضيوف بعد شوي وعندنا اللي بيغنون. يغنون ولا نطلع فاصل؟ يغنون. يلا هاك المايك. يلا هاك المايك. أيوة كذي خلكم يم بعض خلكم يم بعض زين. عطوا المجموعة كاملة. شنو أغنيتكم؟ ها ويا الأورج تبون محمد بدون أورج زين. شنو تبون مع عندنا هبان تبون هبان ما تبون يلا أوكي يلا خلنا نسمعكم. واحد توقفون يلا أوقفوا كلكم وقفوا سطرة قدام هالكاميرا أوكي يا شباب. يلا بما أن اليوم آخر حلقة ب 2012 حق ضيوف البرنامج لأن بعد شوي راح أقول إنه ما في باكر في حلقة ولكن ما في ضيوف حق البرنامج. يلا يلا واحد هبان تبون يلا غنوا. صورنا يا عكاس نبي صورة ويا بونا نبي صورة ويا بونا مع بنطلع كل بونا نبي نطلع كل بونا مع بناصر مع أبو فيصل مع بناصر مع أبو فيصل صورة حلوة كل بونا يا الكويت حبي عشقي يا الكويت روحي عمري يا الكويت يا عسى ربي حمي يا قلبي بسم الله عليها يا صم بسم الله عليها. يا سلام عليكم. احنا ما حطينا احنا رشينا هبان رشه سمعتوها رشة هبان كذي. يلا شكرا لكم يعطيكم العافية مشكور حبيبي. يلا من بعد البريك راح نكمل ياكم رحيب الايباد علشان نقرأ بعض التعليقات من تويتر البرنامج اللي أتوقع الحين قاعد يشجعونكم على هذه اللوحة الغنائية. بريك ردنا وياكم من بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم للتنويه علشان أنا قلت شغلة لازم الواحد يعرفها. باشر راح يكون موجود أو راح تكون موجودة الحلقة في حلقة لبرنامج استديو الأبطال ولكن أي بطل يبينا الاستديو ما يقدر لأن باشر راح تكون حلقة خاصة هدية من برنامج استديو الأبطال حق كل عيال موظفين تلفزيون الراي يعني تلفزيون الراي الستاف كامل اللي تعب من خلال هذه السنة بتقديم أجمل صورة لبرامج تلفزيون الراي كلها. ف برنامجنا يبي جازيهم من خلال حلقة باكر اللي راح تشوفونها هي حلقة خاصة لأن آخر حلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 آخر حلقة بسنة 2012 فسموح للجميع أن هذه الحلقة ما راح نقدر نستقبل أطفال داخل الاستوديو. حلقة اليوم هي كانت آخر حلقة لـ 2012 حتى 2013 1/1/2013 نرجع عاد لأجواءنا نرجع لألعابنا الجديدة إن شاء الله من خلال حلقة الثلاثة اللي راح تكون إن شاء الله خاصة لبرنامج استوديو الأبطال. ولا ننسى دائما نقول أنا علمتهم لأن في بعضهم ناسين أقول غزل غزل أوه يلا عبود بطل يلا صبقة غزل غزل أوه يلا يا سلام الشباب عسل الله غزل غزل الله البنات عسل عيل عيل غزل غزل يا سلام شعول عسل لا 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 لا
شاء الله ما شاء الله. أتوش يلا صفقة لكم، شكرا لكم. في مباراة تيون، حاجين ملعب تيون تشجعون؟ اوكي يلا يعطيكم العافية مشكورين. أذكر بالتويتر الخاص في برنامج استديو الأبطال abtal@lrai.tv. خلينا نقرأ بعض التعليقات اللي طرشوها اليوم. تحية لاستديو الأبطال وكل العاملين في البرنامج. محمد خلفان من الإمارات، شكرا يا محمد، صفقوا حق محمد من الإمارات. مساء الورد أحلى مذيع، منورين الحضور، تحياتي لكم وتحية لك وتحية حق عهود، وأقول لها شكرا وايد. الله يخليك، الله يخليك لي ولا يحرمني منك من رحوبة، صفقوا حق رحوبة. مساء الخير يا مذيعنا المتألق. عندي سؤال، شنو يعني لومي؟ لومي لومي ليمونة سودة، هذه ليمونة، شفت مرق لحم موجودة، مرق لحم تشوفون شي كرة، عرفتها؟ توك تعرفها شكلك، زمان عارفها. إذا أنا عارف هذه هي اللومية. أوكي، من منو؟ من شروق. عرفتي اللومية؟ صدق حق شروق ما عرفتي؟ ويا اللومي كان يغنونها. يلا بعد، سلام عليكم، عافية على الشباب، طلعوا موهوبين مثل البنات. أوف أوف أوف، شنو يعني؟ إيش قصدهم؟ إيش يكون قدراتكم؟ عطوهم صفقة على غيره. بما أني معد، تبون أسوي استديو الأبطال بس حق الشباب؟ اي افا لا شيء عنانية تصير، ها ما يصير. يلا لازم شيء مشاعر، شو تسوي؟ يلا على سريع، يلا خلنا ناخذ، راح ناخذ اتصالات بس. عبود منور، اللوحه كانت وايد حلوه، شكرا لكم. عواش تقول سلام، ايش حالك عبود منور؟ شكرا، اوجه تحيه حق جروب عبود، عشاق عبود، اعرض الصوره بليز. الله الله يحفظ الشيخ سلطان. يلا هذه الصوره معنا، ما يلا السريع كذي عشان قلتوا لي. اوكي التاتش 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 مع بصماتي. ايه يلا ناخذ اتصال، روح الكرار. الو السلام. وعليكم السلام، هلا روح الكرار، شلونك؟ بخير الحمد لله، انت اخبارك؟ والله انا بخير، تفضل يا روح الكرار، تفضل يا مشاركتك. الو السلام. وعليكم السلام، انا اسمعك روح الكرار صديقتنا، تفضلي قولي مشاركتك. اول شيء اشكر كل المعارف المستديس والنوري، وكل عام وانت بخير، وانت بخير صحة وسلامة. شنو حابة تقولي مناسبة السنة الجديدة؟ ان شاء الله تكون سنة خير يا رب علينا وعليكم يا رب، يا رب وعلى جميع الامة الاسلامية ان شاء الله. وبوجه تحياتي، تفضلي. أولا تحياتي لودود الهاجر وسلمى وصخر وموسى وجروب عشاق عبود، شكرا. وحتورين يعطيكم العافية، وإن شاء الله المزيد لمزيد إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك، يعطيك العافية، صفقولها. ايميل قصدي تويتر، مساء الورد عبود يا عسل منور طالتك، شكرا ضحكتك، شكرا من تحياتي لك. بثون، صفقوا حق بثون من الامارات، من دبي تحديدا، شكرا يا بثون. مساء السعاده، وجه تحياتي لاخوي الغالي عبد الله مال الله مشاع العقيل من حنان ابراهيم، صفقه حق حنان. اليوم اخليكم تردون البيت بس تنامون من التعب، زين. يلا بعد، اميره الورد تقول اهلين منورين للابطال، وجه عبود سلام حق اختك فطوم وامك وايد ان شاء الله يوصل. شكرا حق اميره الورد، صفقوا لها. الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا، وقناه الراي ما قصرت دائما تلقى عبود ما شاء الله عليكم، من عاشقه عيال ما الله، صفقوا لها. شكرا شباب. ناخذ اتصال. الو الو يا هلا. الو اصال. اي اصال. اصال شلونك؟ الحمد لله. هذه الصفقه معناتها الياس وتعب، هاي يعني خلاص. يلا اصال عبود. هلا، بس انا حابه اقول شيء واود تحياتي. تفضلي. اول شيء ما ادري انت تذكرني؟ ما اسمع. اي تذكرني يعني على طول صفقتش من البدايه. اوكي انا حابه اقول ان برنامجكم يعني مره احبه، جردتني ارجع من المدرسه مرهقه بس ما انام عشان اشوفه، واحبكم مره. الله يخليك. حتى انقل تواصلي بس يعني على تويتر، واشتاق طبعا سماع صوتكم. الله يسلمك. وصراحه اذكر الراي انهم طلعوا مقدمين زي كذا مثلك عبود وشعوله. الله يخليك. واذكر كل الساف البرنامج، واحبكم وبوجهك صفقولها.
أصال تحياتك. وجه تحياتك. تحياتي أولا حق جروب عساق عبود عواس وأنوسة وبيون وزهورة وبتون وحيوت بسومة ومنال الكبيسي وفيوزة وأرنوبة تن وعهود العسيري وريم وسبيكة وطرق السميمي وروح الكرار وأضواء وبسور وبس. أنت ما قصرتي، تدرين ليش كنت بوجه لهم تحية؟ فأنت وجهتي لهم تحية وذكرتيني فيهم كلهم، أنا بعد أوجه لهم تحية. شكرا يا أصال، ولك أنت أيضا تحية مشكورة يا أصال على اتصالك وما قصرتي. بتول ايضا صديقتنا، راح اخذ الاسامي كلها لان باكر ما راح يمدينا نقول ولا شيء. تحياتي لسلمى وصقر وموسى ايضا اوجه لهم تحيه واقول لهم انتم اغلى اصدقاء في حياتي. وعبد الله ممكن تخلي الابطال الموجودين يصفقون لسلمى وصقر وموسى، صفقوا لهم هذول اصدقائنا ترى على فكره. بتول شكرا لك، وحتى عيال يعني صقر وموسى وسلمى مشكورين على تواصلكم دائما في كل حلقه، سواء كانت بصمة من خلال العياد الوطنية لدول الخليج الوطني العربي أو حلقات ثانية. أنتم ما قصرتوا. غلا عبود أختي، مساء الورد عبود، منور طلتك الله اللي تسعدنا، وربي لا يحرمني منك الغالي. شكرا يا غلوية، صفقوا حق غلا عبود أيضا، وإن شاء الله دوم تواصلوا ويانا. لمساتي إبداع أيضا شكرا لك، مساء الخير الله من شر المغادير يحميك والله يحفظك يا عيوني ويرعاك، الحمد لله على سلامتك يا عبود. شكرا لي لمساتي إبداع، صفقوا لها الله يعافيك، مشكورة لمساتي إبداع وعلى تواصل. السلام عليكم، منورين مع الأطفال الحلوين، صفقوا لهم منهم اللي هم أنتم. خلنا نقرأ بعد. بنت السودان، صفقة حق بنت السودان تقول مساء الخير أو عبود، تحياتي لحوراء وخلاص ومنى، مبروك الفازين بالمركز الأول، منورين بإبداعكم المتميز. يقول لكم منورين من السودان، صفقوا لهم كل الشباب اللي هني. شروق جاوبنا على سالفة اللومي. عبود شلونك، أوجه تحية لك أنت وحق منتخب توكلنا على الله، وأقول لهم يعطيكم العافية على اللوحة الجميلة، وأقول لهم هذه تحية من مروة من الإمارات. إذن السودان والإمارات يا سلام. لازم المديرات يعطونكم تذكرة تروحون دبي عشان تشوفون جمهوركم هناك. يلا مساء الخير عبود، منور والبرنامج شكرا، وأحلى تحية للأبطال اللي بالاستديو، ربي يوفقكم من سوسة من السلطانة من عمان. الله جايتكم من عمان بعد حركات، ها من كل الدول ما شاء الله، هذول اصدقائنا اللي مقتلكم من البدايه ما راح يقصرون وياكم. والسعوديه والبحرين صفقه لهم، وهم عندنا اصدقاء ترى غلا من السعوديه بعد. عبود منور الحلقه انت والابطال اللي معاك، بس عندي سؤال، الانستغرام مالكم متى راح تبدون تنزلون في من مرام ان شاء الله راح تكون البدايه 1/1/2013. تحياتي لسلمى وصقر قلنا من بتول. خلنا ناخذ اتصال، يلا اخر اتصال. حلا السلام عليكم. هلا شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك؟ كيفك عبد الله؟ كيفك أنت؟ كيفك عبد الله، شو أخبارك؟ والله الحمد لله أنا بخير، دامكم أنتم بخير كلكم وأنا بخير الحمد لله. الحمد لله، تفضلي. بتوجه تحية إلك ولمساعد، شكرا، ولطاقم عمل استوديو الأبطال، شكرا، والكنترول. بوجه تحية لإخواتي ورفيقاتي، وبهنيكم على كلياتكم على السنة الجديدة. الله يسلمك، واحنا بعد نهنيكم على السنه الجديده ان شاء الله خير عليكم يا رب. بعد تقولي شيء؟ امين. بدي اوجه تحيه كمان خاصه لاخي عبد الرحمن شرف. اوكي، تبي تسمعين الصفقه؟ ايه اعطوها الصفقه. غزل غزل بس كافي، انا بس ايه بقولها يعني. هلا يتكلمون بتقولون شنو؟ تفتحون الكاس؟ وين المايك؟ المايك مو عندنا. وين المايك؟ المايك. وانت بعد تبي تتكلم؟ يلا عشان الوقت، اذا نقدر. وين المايك؟ المايك 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 بعيد. لا خليك اللي هناك، اول واحد هو يجيب المايك. يلا اقرب واحد هناك. انزين اعطوني كاميرا بس كذي، ابي وجه تحيه كبيره لمعلمات التربيه الموسيقيه اللي ما قصروا من خلال هذا الجهد الجميل الرائع الجبار اللي جاب لهم الثلاث كؤوس، كاس لعبد الله الرومي، كاس للوليد بن عبد الملك، وكاس لي عبد العزيز قاسم حماده. هالثلاث مدارس هذيله اللي كانوا يد واحده من خلال هذا المنتخب الجميل اللي فازوا في المركز الاول. وهذا الكلام وهذه اللوحه واللي شفتوه كله من خلال ايادي جميله ساندت وساعدت الابطال الحلوين اللي موجودين داخل الاستوديو. فاحنا بدايه نوجه تحيه خاصه ونصفق حق المعلمه رفعت المطيرات من مدرسه الوليد بن عبد الملك، صفقوا لها. لا اقوى 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 اقوى، انا بصفق العوده. ايضا نوجه تحيه للاستاذه ندى السعيد من مدرسه عبد الله الروبي، صفقوا لها.
ايضا نوجه تحيه للاستاذه فوز العنزي من مدرسه عبد الله الرومي، صبقوا لها. تبي درجات بعد. ايضا نوجه تحيه خاصه ايضا وهي الخاصه للجميع للاستاذه جواهر الرشيدي من مدرسه عبد العزيز قاسم حماده، الاستاذه نور التتان من مدرسه عبد العزيز قاسم حماده، وايضا الاستاذه مي العمير من مدرسه عبد العزيز قاسم حماده، صفقوا لهم. شكرا لكم. وكل مديرات المدارس الثلاث ومساعدات المديرات من خلال هذه المدرسه، تفضل قول شنو بتقول. هذا الكاس لمديره المدرسه استاذه صبيحه العنزي، صفقولها. اي مدرسه؟ الوليد. وهدي هذا الكاس لمعلمات الموسيقى. اي. وهدي المدرسه كافه. كافه المدرسه، شكرا لك، يعطيك العافيه حبيبي. في بعد كلمه بتنقال انت؟ يلا روح عطوا المايك. المدرسة في الوليد انت صح انقالت، الحين مدرسة شنو انت؟ عبد الله الرومي. يلا عبد الله الرومي كلمة تفضل. اوجه تحياتي لابلا امان المتعب وندى السعيد وابلا فوز العنزي، هم تعبوا علينا. هم تعبوا عليكم مدرسة عبد الله الرومي. يلا نصبر. جبنا الكاس الاول. باقي مدرسة. باقي مدرسة. انت اي مدرسة؟ منو يتكلم باسم مدرسة عبد العزيز؟ يلا عطنا المايك، يلا عشان نختم. عطني المايك، من يتكلم من سيد عبد العزيز يشكر معلماته كلهم؟ محمد؟ محمد معاكم. انت محمد معاكم، منو؟ يعقوب. خلاص باسمي انا وباسم برنامج خالد. يا خالد دهش، وين خالد؟ يلا تفضل خالد، هذه الكاميرا، هذه الكاميرا، تفضل قول قول. اوجه تحياتي حق ابلات الموسيقى والمعلمين عشان تحبوا علينا. والمديره؟ المدرسه والمديره منيره، ابله منيره الدوسري. الدوسري من اي مدرسه؟ عبد العزيز قاسم حماده. عبد العزيز قاسم حماده، صفقوا لهم. شكرا لكم. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه من خلال برنامج استوديو الابطال. اخر غزل. اوه يلا الله حسون مطر. يلا يا سلام. غزل. اوه يلا الله يعقوب بطل. قولوا باي، مع السلامة، نشوفكم إن شاء الله، مع السلامة. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. جاهزين؟ خليكوا جاهزين جاهزين. خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين. تلوين لعبوا تمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رح نسأل ونلعب، رح نمرح نستفيد، مدرسة وبيت وملعب، استديو الأبطال أكيد.